مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. ومعنا هذا السيد في الصورة مشاهدين كرام، السيد كان خدام كونترول شركة معروفة ديال الحليب، كيتخلص 3000 درهم، كيتفاجئ الشهر بلي البنكة قطعت ليه فلوس بدون سبب كما كيقول، خرجت ليه غير 400 درهم، بغى يمشي ياخذ فلوسه كيتفاجئ ان من 3000 درهم ولات 400 درهم، كيمشي للبنك كما قال لنا حتى واحد ما كيستقبلو، السيد كيحس براسو انه ضاع في رزقه، شوما انه يخدم شهر كامل وفي الاخر ياخذ 400 درهم، عنده جوج وليدات، جوج وليدات كيقراو كما كيقول كيك نعطيهم باش يقراو ونعطيهم باش ياكلوا، عنده جوج وليدات، جوج وليدات كيقراو، عنده الكرا، مصاريف المعيشه ومصاريف العلاج، حتى هو مريض، كيتفاجئ باللي من 3000 درهم خرجت ليه 400 درهم. خرج معايا هو خذاني من الكارديش. عاود لينا اخويا بعدا. يا سيدي خدام 3000 درهم، هي بها تنتفاجئ صباح جيت قال لي 400 درهم اللي بقات لك. فاش 400 درهم؟ قالوا لي حقق واحد الاقتطاعات من من شهر جوج حقق كانوا ما تيقطعوش، ولكن انا ما عنديش سبب في انهم ما تيقطعوش، فهمت يا خويا؟ انا ما عنديش سبب غير هو ملي جيت عند شاف داجونس تيقول لي سير للسياج، واش انا معامل معاك اخويا انت حال عندك كونت نتايا، علاش غادي يمشي انا للسياج؟ انت خاصك تحل معايا المشكل. صيفتك انت شاف داجونس، انت خاصك تحل معايا المشكل، واش انا خويا اللي كنت راكب في طاكسي نقلب على مون طاكسي ولا نقلب على السيد يصايق بيا؟ واخا اليوم تخلصتي بغيتي تمشي تاخذ رزقك 400 درهم تيقول لي سير للسياج احكي على راسك. انت باش تاخذ 3000 درهم انت انا ما هو اخويا غادي يقطعوا اقتطاعات ديالهم ويعطوني ديالي. انت مع ولا 3000 درهم وياخذوا شحال ديالهم تياخذوا داك الشيء اللي تياخذوا غادي يعطوني ديالي. تيقطعوا اخويا فايتين لازم هاد الناس هادو. 3000 درهم تيقول لك دائما 3000 درهم 132 درهم تيقطعوا لي في الشهر بلا كري. شحال لقيتي؟ لقيت 400 درهم 400 درهم 500 400 درهم اخويا نعطيها لولدي نقول له سير بها راسك راه ما يسيروش. الا عطيته 400 درهم نقول له سير بها هو تيقرا بتدير اول اي واش 400 درهم ديالي كاع دراهم ما غاديش ينجم الشهر كله يسلك بها راسك. نعطيها البنت واش هادني دابا راه دات تنتراد وبقى شداتني البكيه ما عرفتش اش ندير بقيت ندور وتندور بوحدي باش نمشي عند رجعت ماني ندار شنو نقول لهم ما عرفتش شنو نقول لهم 400 درهم شري لهم بودي زيت الزيت ما عرفتش واش انا وليت تنطرح عمل هذوك قالوا الوقت كان تخرج هذه الاشياء دي 400 ريال في النهار كافيه واش انا وليت 400 ريال في النهار قسمها لي عطيني دابا 100 درهم 400 ريال راه تعطيك 600 درهم وتعطيني 8000 ريال شنو نمشي عند ولادي ما عنديش الوجبة باش نمشي باش نمشي عندهم انا منك خدمتي دابا ما عنديش خاطر باش نمشي نخدم تنتراد واش 8000 ريال واش ما عرفتش واش اليوم 27 في الشهر ولا غادي 8000 ريال شنو ما عرفتش شنو نعطيها لمن واش غدير بها واش ما عرفتش واش نمشي بها بعدا وقال لي سير للسياج بحال تيقول لي هذيك 8000 ريال كبيها في طاكسي تيقول لي نسير الامم المتحده ولا فين نمشي الامم المتحده وانا غندير نشد هذيك 8000 ريال وانا بديت نفكر الطاكسي غالبني قلت دابا نركب طاكسي 300 ولا بعدا نسير 8000 ريال نداها غادي نبدا 2000 ريال ما بقاش ترجع عند مولين ما عنديش نخاب فين نمشي نمشي عندهم نقول لهم هاكو 8000 ريال واش نعيش انا ولا نعطيهم هما ولا نعطيها لولدي نقول لي سياره في راس الشهر ولا نقول لي هكا قسمها شي ياخذ وحنا قالنا 400 ناطي على ضجه ملي قالوا 400 كافيه واي واش عطاني 400 ريال ما بقينا لاقي دابا انا واش قدام شهر كله من الصباح حتى العشيه ولي ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن انا تجي عندك تقول لي دير حل لمن ندير حل دير معايا انت حل اعطيني الحل انا ما عمرني ولا شي وانا خويا فوق 9 سنين و15 عام ديال الخدمه تاخذ 8000 ريال واش وليداتي انا باش نهار الاول درت وليداتي واش درت وليداتي نعذبهم معايا ب 8000 ريال يعني اولاد راه عذاب هادو دابا ما بقيتش واش اب هذا راه ماشي اب واش اب اللي غادي يعذب ولادو واش ندير لهم 8000 ريال نعطيهم 4000 نعطي الدري 4000 ونعطيه ما عمرو قال لي المشكل تيوقع دايما واش في رد الفعل ديالك ملي بغيتي تاخذ واد بدالة جات تمج بدالية واد بدالية هو من هنا من الكاري الكاميرا ديال جوهر بدالية هو 8000 ريال ما بغاش يعطيها عطاها شاف داجونس ديال هنا ما بقاش باغي يحل وقال لي سير كاين غير غلط وشنو قلت ما عرفتش قال لي قطعوا لك واحد الاقتطاعات ديال 8 شهور و 8 شهور واخا تكون وما علمني ما قال لي ما قال لك واحد النهار
كنا ناسين كان عندنا السيستيم واقف وهادي وصافي وقال يلا تفكرناك يلا تفكرنا الناس وايا قال شي انا بحال عندي معاهم هاد الشهر وغادي بحالاتي ماشي عندي معاهم انا دائما وانا حال عندهم كونط وما عارفين هاد المساله ديال ما انا نقدر نبدل الكونط عليهم هادي حاجه معروفه في اي بنكه واش انت محل خاصك تدي واحد الورقه من عندهم للشركه ديالك بانهم تي عادي يوليو فيرسيو لك كونط اخر دوزتي هاد النهار بالعصا وانا مريح بوحدي لا فطور لا غدا لا والو مريح بوحدي وتيشوف فيا تبقى نمشي ونجي ما فينا نمشي وانا عيطت لما مالي الخدمه قلت لهم انا ما جايش قلت لهم وانا خدام باش نخدم اش في الدنيا لا واش انهم فيرسيو لك 5000 درهم واس 5920 درهم كلشي عندهم في الكونط كلشي عندهم بالوثائق ديالهم راه اي حاجه عندهم 5920 درهم 5900 خايت فيها 400 درهم تيراها ليا هو قال لي هاك 400 درهم سير السياج واش انا حل عندك كونت تولي تقول لي سير السياج واش هذا حالتي تقول لي سير السياج واش اخويا انا ياك في طاكسي بيضاء واش انا دير الثقه في هذاك الشيفور ما دايرش الثقه في مول طاكسي انا ما نعرفش مول طاكسي انا داير فيك انت الثقه انت لي شيفور انا وقع لي مشكل معاك انت في طاكسي فكوا معايا انت ما تقولش لي سير قلب على مول الكريمه انت تقول لي سير قلب على مول الكريمه سير السياج اش غادي نكون سير السياج كاين انا كاين في السياج نمشي السلام عليكم مريح في السياج شحال بقى لي يا خويا تما رانا قطعوا واحد القطيعات ديال من شهر جوج وكانوا ناسين هما وكان السيستيم عندهم خاسر وما كانوش يقطعوا لك واحد 2640 ريال قطعوها لك ديال و 2640 ريال قطعتي لي غير ديال 8 شهور اه كافي يا رب انك تعذبني اذا كان داتشيط لي انا ديك 40 انت ديتي كلشي 8 شهور ديال 132 درهم ونحسبوها تقطع عليا انت كلها فين كاين شي قانون تيقول قطع عليا كلشي الا انت بغيتي دير لي كلشي الفاسيليتي بغيتي دير لي كلشي وفاسيليتي وديتي لي كلشي وفاسيل ما بغا قال لك سير السياج هو عينا بالحل ويدي قال لك سير السياج هذا هو الحل ويدي احنا الويدي ريحنا وانا اش قربنا انا السياج انا ما عنديش حق وريحنا قال لك هاد المشكل انا راه تقهرت سير السياج انا تقهرت قال لك وبزاف وبزاف و 8000 ريال انا نقول للعالم و 8000 ريال وانا نعطيها لبنتي واه هاكي صيري على راسك وما غاديش تصير على راسها ما تخرجهاش الحساب وهاد الدريه تنقراها في ابتدائي الثاني وما يخرجهاش الحساب اخويا اعطيها 8000 ريال كيفاش تقسمها انا واش تاخذ الفراغ في النهار واش كافيها تمشي مع الصباح المدرسة ترجع مع الغداء كيفاش نعطيها الفراغ في النهار شهر كامل واه شهر كله ربي العالمين بيه شهر كله واقف توقف على رجلي ما تقدرش نوقف شهر كامل وانت خدام كتبنا ايه ايه عندك مصاريف عندك شحال واه عندك وليدات واه ما بكوش عندك وليدات اخويا واش نعطيك غير ديال راسك انت راه ما تنجمش راسك واعطيك انت ديال راسك انت ما تخرجش كاع من الدار وما تخرجش انا اعطيتك مثل ما تخرجش ونعطيك 400 درهم وانت ما تخرجش انت حاشف في الدار و 400 درهم كل نهار تصيفط على خبيزه تصيفط على هادي راه ما يخرجك الحساب لا دوك الوليدات نصيفطهم بحالاتهم ولا نجيبهم لي هو يعيشهم حيت ما عنديش انا تنتعد باش ندوز معاهم هاد الشهر وما واش كيفاش نخرج واش دابا اعطيني الحساب انا بغيت نكملها 31 راه 8000 ريال ما تكملش حتى نهار 31 كوب كوب على الشهر كله كيفاش نخرج انا في الشهر كله وانت دير ما يحل انت ودي واش انا خايد مع عندك وغادي بحالاتي انا راه معاك انا راه معاك لما قطع قطع معايا بشويه بشويه اعطيني بشويه 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 على قدي سير معايا على قدي راه ما كاينش اه ولا يكلف الله نفسه وسير معايا على قدي اعطيني على قدي ولا لا يلا باش نخدم انا شهر نخدم على حسابك انت والله ما اباكي الكارو اخويا راه غتخرجني اذا بعت بكيت الكارو نصور فيه 100 ريال ما عطيتينيش 100 ريال قلت لهم انه حيد لي غفله شهر شويه وبزاف وما وافق وانا قلت لك وليت راجع لهذاك عاد زمان انا وليت باغي هذيك 400 اللي كانوا هضروا بها قال كافيه انا باغي 400 ريال وعطيني 8000 ريال وكيفاش انا نقسمها وانت كيفاش نمشي عند دراري اللهم نبقى غابر كيفاش نمشي لهاد الخدمه واش انا نمشي نخدم واش هاد الصيفه ديال واحد كونترول غادي كونترولي الناس ديالهم انت ما كونتروليتيش راسك كتكونترولي الناس ديالهم بهاد الحاله هادي واش هاد الحاله غادي تدوي انت غادي تقاد الناس واش انت راه حاطينك بزاف وبزاف وانت راه حاطينك تتمثل تتمثلهم هادوك الناس بصيفتك انت كونترول تتمثل هادوك الناس ديال الشركه
وانت ما تمثلهم بوالو دابا، تمثلهم ب 8000 ريال باش غادي تخدم باش كيفاش هذا المورال هذا؟ خدمه باش تمشي وباش غادي نمشي وباش غادي نكون انا بعدا مع راسي، انا مع راسي كيفاش نكون انا نقلب انا نمشي على رجلي. انت عندك كريدي عاد الناس هذا اقطعوا ديالكم اي لا خايده هي 6000 درهم اخويا راه واخا نكون خايد كار دابا نسولو هاد السيد هذا راه خايد كار شحال تيخلص راه تيخلص شي 5600 هذه تاخذ كار وانا ما خايد لا كار لا والو واش تقطع عليا 6000 درهم وانا خايد مع داك الكار 6000 درهم 400 درهم هو هادشي راه بالوراق وهادشي لا اله الا الله هو من هنا من هادي ومن حداهم ما كاينش فيها رجعت عند مولين الدار باقي كتسناو فيك والله ما نمشي والله ما نمشي ما عنديش باش نمشي ما عنديش الوجه واش باش نمشي ونمشي خاصني ندخل في يديا واش نمشي انا راه جبت لنا خارج راه هو تيتسارى في الزنقه هو جاي الجاب ما قلتيش لهم المشكله واه فين نقول لهم ما عنديش الوجه انا تيتصلوا ما تنجاوبش ما عنديش نقول لهم نقول لهم انا عندي 8000 ريال انا نجي عندكم انت كيفاش نقسمها انت قلت لك انا نعطيها لولدي هو يصير راه ما غاديش يخرج حساب ويصير على راسه ما يصيرش عليا انايا ما يصيرش على امه ما يصيرش على اخته وما كاين لا كتوبه لا والو محتاج واش غادي ما باغي باس برديله باش ندير لي سبرديله ندير لي 8000 ريال ونمشي انا ولا اش ندير؟ واش هاد الناس تقول لي تيقول لك سيد السياج واش هذا حل ديال السياج؟ واش انا نمشي في هاد الحاله ديال السياج انا تافه بيا فين حليت الكونت عندهم عندهم جبت الكونت فكاين سي فلان سي فلان سي فلان ما قلتيش لي سيد السياج ما تحل لي زوين ديك ما تقول لي سيد السياج حل الكونت ما تقولش لي حلو عندي هنا ومنين جي عندك تقول لي سيد السياج واش فهمتي هذا هو الضرب؟ بالك انا استقبال بين النهار الاول وهذا النهار تبدل بزاف. وا بزاف، لي 600 درهم هكا 400 درهم، ما فهمتش 6000 درهم هكا 400 درهم. شوف انا الخدمه ديال الشهر كامل زعطت لك. وراه لا اله الا الله محمد رسول الله، وانت خدام 30 يوم، وقلت يا ربي ونايض الصباح تقول نمشي نفرح هاد الوليدات، وباقي ما نفطر ما فطرتش، واش ربك عقلت نمشي بعدا نشوف هاد الرزيق، نجي بعدا نعطي الوليدات مي، يمشيو تاهما بحال الناس. جيت عنده السلام عليكم جيت كاركيشي جيت عند السلام عليكم عطيني 400 كاركيشي الاول اللي حنا شوف ردت ايديك من حنا شي شي كاركيشي طلعت 400 درهم واه هو اللي تير واه هو اللي جاي ما بغاش يعطي لي تم لاجونز قال لي خرج الكاركيشي وسير سير السياج سير السياج ما عندي قال لك انا انا تقهر قال لك ماشي انت الاول هذا شي مشكل عندهم هما قال لك انا ما انا ما عنديش واه دائما هاد المشاكل دائما انا ما تهضرش على السيستم انا كاع ما نقرب كاركيش تنجي عندهم بحال هذيك قديم وغشيم قديم وغشيم انا تنقول لهم ما عطوني هذاك الشيء اللي شار واخا انت مريض في رجليك واه بجوجهم بجوج رجليك بجوج مراكز اشنو اه واش غادي تخدم بها شهر كامل شهر كامل باش تاخذ ديك 6000 درهم ديك البركه تفرح وليداتك والمدام ديالك واحد دير الكرا ديالك واخا كتلقى 400 درهم وباش تمشي شنو عطاه لشي واحد تيتساك ولا شي تهرب من شي قهوه ولا شي ما عرفتش باش باش تبدا شنو تقول هاد الناس كانوا كيسمعوك دابا ولا شنو تبغي تقول لهم؟ واخويا راه غير حل وباغي غير حل وانا ما قلتش انا ولكن باش تقول لي نعسي تعيت وتفيق تقول لي كناش تنقطعوا لك من شهر جوج ما ذنبي انا واش انا ذنبي انا تقول لي ما تقطعش من شهر جوج عندكم مشاكل نتوما فيكم نتوما واخا بغيتي تقطع لي قطع لي بشويه بشويه يعني انت باغي وانت قطع ديالك واش ديالك خودو انا ما تنقولش ولكن ما تعذبني في كل شيء ما كاينش واحد قال تيقول لك فوت لي انا عندي واحد النسبه خاصك تمشي معايا انا عليها عندي انا باش خفاوني خلي لي شويه باش نعيش وتقتلني كاع في خاطره انت واش تقول لي انا ما مشيتش خدمه غدا وبعد عشاء نو ما كاين والو اش غدير اخويا دابا شنو غدير ما كاين والو واقف انا ما نمشي لخدمه لا لدار لا والو علاش نمشي باش نمشي قاعدايا ما كاين والو مهما حيت ما كاينش باش تمشي للدار خير خير هادي مش عيب لا 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 واحد الحل عما قريب تمنى انا راح تسوم انت قدام دابا شهر كامل 6000 درهم شد الاخر تاخذ 400 درهم يعني كتمشي للبنك كما كتقول ما تعمل كتستقبل كاين واحد الاستقبال ولكن فرق كبير وانت تحس به وانت تحس به باغي صافي سير السياج شنو جاب شنو السياج انت فحل معايا المشكل انت
قول لي انت عندك حقوق ديالك عطيهم ليا.